السلام عليكم خوتو الحباب، مجموعة أصدقاء الطبيعة لعلم الطيور. كنتمنى تكون أمور الإخوان كلها بخير وعلى خير. ندوزو لواحد المشكلة أخرى الإخوان يمكن نواجهوه، واللي كنسميه أنا شخصيا لادوش خواض ديال المربي، اللي هو موت الفراخ سواء داخل البيضة ولا في ذوك الأيام الأولى ديالها. هذه المسألة هذه عندها أسباب كثيرة نقدروا نذكروا من ضمنها عدم دراية الأنثى بالتقليب ولا بالحضن ديال البيض. راه كاينين شي إناث ما كيعرفوش يقلبوا، سبحان الله العظيم ما كيعرفوش، ما كتعرفش تدور هذاك البيض، ما كتعرفش النظرة، الخبرة ما كتكونش عندها. وباش نتأكدوا من هذه القضية، واحد المسألة كيغفلوا عليها الإخوان، كاينين شي بيضات ما كيفقصوش، ملي كيقلبهم بنادم الا قلبهم بالضغط يقول لك لا راه ما ملقحينش. راه كاينين شي بيضات كاين شي بيض كتلقى فيه سبحان الله، ملي كتشي ملي كتلقى نقطه واحده حمراء وسط الصفر ديال البيض، هذيك النقطه الحمراء هذيك راه كتعني بان البيضه راه ملقحه، راه لاقحه الذكر، قام بالواجب ديالو، ولكن الانثى ما قلباتش هذاك البيض، ما قامتش بالتقليب ديالو، ما كتدوروش باش يعني هي تسببات في عدم كما كنقولوا التكون ديال هذاك الفرخ. كاين ثاني مشكل ديال القميرة ولا حشرات اخرى كما كان النوع ديالها، شي رتيله ولا شي شنيه ولا سبحان الله، الفرخ ملي كيكون صغير ديك القميله ولا شي حشره اخرى تبقى تمص في الدم ديالو، وهو لا حول له ولا قوه، ما كيكون باقي صغير وكيموت كاقصى حد عنده يومين كاع غادي يموت نظرا لعدم القدره ديالو على المقاومه، والمناعه كتكون باقا ضعيفه. من ضمن الاسباب كذلك كاين عدم حضن الانثى للفراخ بعد الفقس. هنا الفريخات، هنا البيضات فقسوا، الفريخات خرجوا، ولكن قدروا يموتوا لينا بسبب ان ديك الانثى ما كتحضنش عليهم ولا ما كتقرقش عليهم. علاش؟ حيت كما كتعرفوا هاد السن الحرجه ديال الفريخ في الايام ديالو الاولى راه خاصو واحد درجه الحراره معينه، وبالتالي يقدر يموت الى اما بالبرد او الحراره الا كانت زايده ثاني على 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 اللزوم. كاين مشكل كذلك اللي كيؤدي لنا الموت الفراخ ديال النقطه السوداء، هذه بوحدها راه ديجا الاخوان ديجا هضرنا فيها في مواضيع خاصه بها وما غندخلوش في التفاصيل. هنا كما كنعرفوا راه السبب هو الاباء اللي كيكونوا حاملين لذاك المرض، وكيكون عند الاباء في حاله خمول، ولكن ملي كيمروا الفراخ عن طريق الاكل ما كيستحملوش، ما يكملوش حتى 10 ايام على اقصى، على مهم 10 ايام على كاقصى حد. كاين واحد المشكل كيؤدي لينا حتى هو الموت ديال الفراخ، وهذا المشكل غريب شويه قدر اللي هو سوء التغذيه. علاش سوء التغذيه؟ سوء التغذيه الاخوان يقدر يؤدي لنا القبط اللي كنقولوا ليه او ما يصطلح عليه بالامساك. هنا المربي عن جهل وعن غير قصد كيبغي يتهلا في الطويرات ديالو، تيبقى كيطحن وكيخلط في المواد باش يصاوب شي باتي غني بالعناصر الغذائيه، ولكن النتيجه كتكون عكسيه سبحان الله. علاش؟ حيت هذيك المسائل كتؤدي للعسر الهضم، العسر الهضم كيؤدي لنا للقبط اللي كنقولوا ليه الامساك، وبالتالي الفرخ هنايا باقي صغير ما عندوش ديك القدره ديال باش يقوم بديك العمليه ديال كما كنقولوا حنا كيبومبي يطلع ويهبط، ما يعرفش يدير هو ديك العمليه، وبالتالي كيتجمع داك البراز اعزكم الله اللي كيدير لنا واحد التسمم داخلي، النتيجه الحتميه كتكون هي الموت. المربي هنا ما كيفهم والو، كيبان ليه الطوير الجسم ديالو عادي، الحويصله عامره بالماكله، ولكن الطوير كيموت. هنا راه الفيلم الخوت مخدوم لداخل بسبب عدم التبرز، يعني الاخوان الا داروا شي باطي ولا كذا ولا هذه، راه كاينين شي مسائل كيديروا الناس زويته بالليه، وكيديروا شي مسائل اللي كتسهل الهضم ديال اللي ما ديرش لنا عسر الهضم. كاين كذلك واحد السبب في الموت ديال الفراخ كيكون داخلي، قليل ديال الاخوان اللي كيعرفوه، هو ان الفرخ ملي كيبغي يخرج من البيضه ما كيستطعش يبتلع داك الصفار ديال البيض، وداك الصفار ديال البيض كما كنعرفوا كيكون واحد النسبه ديال البروتين عاليه فيه، كيكون عالي البروتين،
وبواسطة الفرخ سبحان الله يقدر يبقى بلا ماكلة لمدة يومين، وهذا كما قلت سبب داخلي غير مرئي ما يمكنش نتحكموا فيه. هذاك الشيء علاش كنقولوا خاص بنادم يلاحظ، ولا بانت ليه القضيه بان ليه الحويصيله ديال الطوير خاويه يحاول يزقاق الى 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 غير ذلك. من الاسباب كذلك اللي تقدر تقتل لنا الفريخ وسط البيضه او تخسر لنا بيضه ملقحه تكون ملقحه وتخسر علينا، هي نوعيه العش ولا الطريقه ديال البناء ديال داك العش. هنا راه كيكون واحد المشكل ديال الرطوبه اما زايده او العكس، اما الرطوبه زايده او العكس او ناقصه كتؤدي لنا المشكل هذا ما كيلاحظوش الاخوان تاعهم. كاين مشكل ثاني ديال التصاق البزق عساكم الله بالبيضه، حتى هو راه كيدير مشكل ملي كتبغي تقلبها، ملي كتبغي تدور التقليب ديال البيضه من طرف الانثى راه كتكون لاصقه، البزق كيلصق في هذاك المسائل ديال التعشيش وكتبقى البيضه لاصقه، ما كيردش بنادم البال لهذه المسائل هذه، راه النتيجه الحتميه غتكون داك الوليد غادي يموت لينا وسط البيضه. وكاين ثاني كما قلنا عدم تقليب البيضه من طرف الانثى وكذلك من طرف المربي، في جميع الحالات راه يقدر يؤدي لنا الموت ديال الفرخ وسط البيضه. وهذه القضيه ديال التقليب راه سبحان الله العظيم كتكون بواحد الشكل دوري منتظم وحسب التقلب ديال المناخ. وكاين شي مسائل اخرى عندها علاقه بالمناخ، مثلا البرق الرعد، مثلا اكتمال ديال الدوره ديال ضوء القمر، هذه كلها يمكن تقتل لنا الفريخات. وحنا كنقولوا علاش ماتوا علاش ما ماتوا، راه كاين شي مسائل اللي في الحقيقه كتكون صعيبه شويه. كاين مشكل ثاني اخر ديال عدم جمع البيض، هذيك عدم جمع البيض في حاله ديال ربعه البيضات والفوق، كاينه تبارك الله اللي كتحط سبعه، كاينه اللي كتحط سته، راكم عارفين المصير ديال داك قرد العش كما تنقولوا، كيموت اما غيتخنق ولا غيعتكوا عليه خوتو، او يقدر يموت لينا بالجوع حيت خوتو كيهرفوا عليه في الماكله ما كيستطعش انه يتوصل بالاكل ديالو، لانه طبيعي قوه التحمل والمناعه عنده كتكون ناقصه وضعيفه بالمقارنه مع خوتو. هنا راه المساله هذه راه ربما الاخوان كيعرفوها. ممكن كذلك نصادفوا في المسيره ديالنا شي انثى هي اللي كتقتل الفراخ ديالها بطبيعه الحال عن غير قصد، مثلا كتكون الحنيه ديالها زايده على اللزوم سبحان الله العظيم، كثيره الحنيه وعدم الخبره، كتبقى تزقق في دوك الوليدات كتزقق عليهم بكثره حتى كتقتلهم، اولا كتبقى حاضنه وكاركاع عليهم حتى كيموتوا الجوع. راه النوع ديال المسائل ديال الاناث راه كاينين، وان شاء الله في اخر الموسم كنوعدكم اننا غادي نديروا ان شاء الله واحد الموضوع الى وافقت عليه الاداره مشكوره، ديال واحد النوع ديال الطيور اللي ما صالحينش لينا الالفور يدير بهم. راه كاينين شي نوع ديال الطيور ما صالحش الالفور باش يخليهم عنده، باش ما صالحينش للانتاج، اللي بغى يديرهم يتولع بهم ممكن، اما الانتاج راه ما صالحينش. غادي نديروا هذا الموضوع ان شاء الله في اخر ديال الموسم الى طول الله الامر. كاين كذلك الله يثبتنا على الشهاده، كاين كذلك واحد النوع ديال الاناث كتكون غير 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 سارحه، غير سارحه يعني لدرجه انه بعد الفقس ديال البيض ما كتسوق لا الفراخ ديالها، ما كتحضر ما كتوكل، وخصوصا في دوك الايام الاولى. وكما قلت لكم الاخوان من قبل، الاب الا كان عدواني او هائج جنسيا زياده عن اللزوم يقدر يتسبب في قتل ديال الفراخ. هذه العدوانيه راه يمكن تولد كما قلنا بسبب طبيعي، يقدر يكون هو جينيا طبيعيا هكاك الطبيعه ديالو ما عندنا ما نبدلو فيها، ولكن يقدر يكون ديك العدوانيه حنا سبب فيها. مثلا كيفاش نقص مثلا في الاحماض الامينيه والاملاح في نسبه ديال الاحماض الامينيه والاملاح المعدنيه في الغذاء ديالو، راه غادي يؤدي به العدوانيه. نقص البروتينات كذلك هو مثال يقدر يؤدي به العدوانيه، القميله الا كانت راه تقدر تؤدي به العدوانيه. هاد المسائل هادي ما خاصش بنادم يغفل عليها. كاين كذلك واحد النوع ديال الاناث كنسميها انا الانثى الغبيه الى صح القول، يعني تقدر تقتل حتى هي الفرخ ديالها عن غير قصد، اما تعسف عليه تخنقه ولا كطيحه من العش، ولا تقدر تتزقق الخوت وهو ما كتزققش ليه ما كتردش البال. هاد المسائل هادي سبحان الله راه كثر. هاد الشيء اللي تفكر في الاخوان، وكنتمنى نكون ساهمت ولو بالقليل باش نفيد خوتي في هذه المجموعه المحببه للقلب. ما تفوتنيش الفرصه نشير لبعض الملاحظات او لبعض الحلول.
ما فيها باس بعد طبيعة الحال بعد الاحتياطات الضرورية ديال محاربة الطفيليات سواء الداخلية أو الخارجية اللي كنقوم بها قبل موسم التزاوج، كاينين شي مسائل كيعاونوا شوية ملي كيبدا الإنتاج، كيعاونوا شوية نقدروا نقدموا للأزواج واحد ربعة ديال الحبيبات ديال الحلبة في المشربية ديك 4 أيام أو 5 أيام قبل من ما يفقس البيض، هكا كنضربوا عصفورين بحجر واحد. كيفاش؟ من واحد الناحية راكم عارفين الحلبة كنزيدوا لهم في الشهية ديال الأكل، ومن واحد الناحية أخرى ديك الإفرازات سبحان الله العظيم ديال العرق اللي كتكون فيها رائحة الحلبة قوية راه كتبعد علينا المشاكل نسبيا. خاصنا ثاني المراقبة المستمرة، نلاحظوا نراقبوا ما أمكن، نلاحظوا ونراقبوا الفريخات في الأيام ديال الأولى ونقلبوا ديك الحويصيلة باش الا كان شي مشكل بحال هكايا، ولا تاكدنا بان هذيك الانثى ما كتوكلش ولا ما كديرش ولا هكذا، نحاولوا نعاونوهم بالصفاء نزقوهم تيشدوا راسهم ان شاء الله تعالى. راه كاينه الانثى اللي ما تزقق اللي ما كتديها في الولد تاعها كيولي عنده 5 ايام ولا 6 ايام بعمره، عارف فاش كتديها فيه سبحان الله العظيم. وكذلك الاخوان واحد النصيحه، بنادم يحرص ما امكن اسبوعيا بعد الفقس طبيعة الحال أسبوعيا يحاول ما أمكن يبدل هذيك الطريقة ديال العش. راكم عارفين داك قوة البزق أعزكم الله اللي كيتلم حتى هو راه كيأدي المشاكل الأخرى. وبالنسبة للأنثى إلا هجرات لينا العش ملي كيكونوا فيه دوك البيضات ما بغاتش تحضن البيض ما بغاتش تقرقع عليه، راه الإخوان أغلبية كيعرفوا داك الحل اللي هو مجرب وكاين فعل اللي كنحيدوا المجتمعات والمعاليف. بعد الشيء بطبيعه الحال بعد ما كتاكل بس بعد ما كنتاكدوا بانها واكله وشاربه كنحيدوا المجتمعات وكنحيدوا دوك القلازات اللي هما المجاتيم والعلافات وكنحيدوا كل شيء، كنخليو غير العش بوحده. وسبحان الله هي راه كتبقى معلقه في هذاك الشبيك واحد الوقيته حتى هي كتمشي توقف اوتوماتيكمون فوق العش، وسبحان الله ملي كتكون واقفه فوق العش وكيبقى يبان لها داك البيض راه ديك سبحان الله ديك 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 الحنان ديال الامومه كيرجع ليها سبحان الله كيرجع ليها وكتقرك 100% راه كتقرك كتحضن على داك البيض. واللي ننصح به خوتي هو يراقبوا ما امكن ويقيدوا الملاحظات ديالهم باش كاع المشاكل اللي واجهوا في العش الاول يتفاداوها ان شاء الله في العش الثاني. والمراقبة خاصة تكون مستمرة وبالعقل، ماشي مراقبة فضولية. المراقبة الفضولية راه كتأدي كما قلنا لهجر العش. والله الموفق خوكم، كيتمنى لكم كل الخير، الله يسهل لا الأمور. تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.